والمرحلة الثالثة، وانطلقت الفريق الثاني اي جي اس نجد في صدارة، ومحمد فهد راشد الخيارين محاولة للفخامة، وعلي خادم مسلم للحاق، ولكن اي جي اس نجد في صدارة ومحاولة للفخامة للحاق، ولكن اي جي اس نجد ومحمد فهد راشد الخيارين في صدارة وتأهل للمرحلة القادمة. انتظار انطلاقة الفريق الثالث. اي جي اس برزان وساهر الليل للسليمي. انطلاقة جميلة وقوية وصدارة لاي جي اس برزان ومشعل المهندي، محاولة لعبد الهادي الخيارين وساهر الليل سليم للحاق، ولكن الصدارة مع الجواد اي جي اس برزان ومشعل عبد اللطيف خلف المهندي. انتظار الفريق الرابع ملزوم كايدو ليرادو، كايدو وفالح بغنيم وملزوم محمد كمعان خيري. انطلاقة جميلة وقوية وخطف للصدارة من ملزوم ومحمد كمعان سعيد الخياري، محاولة للحاق من الفارس فالح بغنيم وكايدو لراس، ولكن ملزوم وكايدو في محاولة للحاق، ولكن ملزوم بشكل جميل وقوي وتأهل إلى المرحلة القادمة. محمد كمعان سعيد الخياري. بانتظار انطلاقة الفريق السابع سمحان الشجاعة وراقية. انطلاقة جميلة وقوية، راقية في صدارة وصالح سالم المري، محاولة من سمحان الشجاعة وعبد الله راشد ماجد المنصوري، ولكن راقية بشكل جميل وقوي وصالح سالم علي المري، محاولات لتقليص المسافة وسمحان الشجاعة، ولكن راقية بكل رقي إلى المرحلة القادمة. بانتظار انطلاقة الفريق الخامس
أمال ومستعجل أمال وخالد عبد العزيز أحمد الكواري ومستعجل عبد الله راشد فالح الهاجري. انتظر انطلاقة الفريق الخامس أمال ومستعجل انطلاقة جميلة وقوية لأمال وخالد عبد العزيز أحمد الكواري محاولة لمستعجل وعبد الله راشد فالح الهجري ولكن أمال يأخذ كل الأمال محاولات لتقليص المسافة لمستعجل وعبد الله راشد فالح الهجري ولكن أمال إلى المرحلة القادمة وخالد عبد العزيز أحمد الكواري. انطلاقة جميلة وقوية للجواد مواش وسهيل العريق سهيل العريق من الجهة الخارجية وعند الراشد عتر المري ولكن مواش من الجهة الداخلية وصالح عبد الله طايت الجميلي نعم مواش والقادم سهيل العريق سهيل العريق وعند الراشد عتر المري. انطلاقة جميلة وقوية للجواد منجم وبيان بيان في صدارة ومنجم من الجهة الخارجية في محاولة ولكن بيان بيان ومنجم والقادم نعم منجم إلى المرحلة القادمة وراشد علي محمد الصعاد. انتظار انطلاقة الفريق التاسع استبداد وهاب ريح انطلاقة جميلة وقوية لهاب ريح مع الريح وعبد الله علي محمد المنصوري محاولات لاستبداد وكردي راشد عنتر المري ولكن هاب ريح في صدارة جميلة وقوية نعم هاب ريح ولكن استبداد استبداد وكردي راشد عنتر المري إلى المرحلة القادمة.